هنا في واشنطن الجدل دائر حول منصة تيك توك الشهيرة، ففي الوقت الذي يدفع مجلس النواب بمشروع قانون يجبر شركة بايت دانس على بيع منصة تيك توك لشركة أمريكية أو واجهة الحظر، تعلو الأصوات خارج الكونغرس لرفض تبني القرار. لا أعتقد أن تيك توك مؤذن، فهو لا يختلف عن منصات الأخرى ولا يقوم بجمع معلوماتنا. في الأيام التي عقبت جلسة المساءلة الشهيرة، لم تخلو الساحات المحيطة بالكونغرس من المظاهرات المطالبة بمنع تطبيق القرار. عدد من المؤثرين على المنصة الأشهر حول العالم اجتمعوا هنا وأطلقوا هذا النداء. تيك توك حقق أحلامي منذ الصغر. أما اليوم فكانت المظاهرة تحت عنوان حرية التعبير. عدد من الأشخاص يعبرون عن أنفسهم بحرية على المنصة ويكسبون الكثير من المال، فلا يجب حظره. هذه الأصوات لا تلغي شريحة كبيرة من الأمريكيين الذين يرون في تيك توك تهديدا قوميا بعد تقارير الاستخبارات الأمريكية. أعتقد أنه علينا أن نهتم بأمننا القومي وأن نثق بقرارات حكومتنا التي تحمينا. بينما يتصدى التطبيق الصيني لهجوم جديد من قبل الكونغرس، يواجه رياحا معاكسة استنزفت نشاطه التجاري في الولايات المتحدة، ويواجه منافسة شرسة من تطبيق إنستغرام الذي يحقق أرقاما كبيرة جدا، ما يؤشر إلى أن تأثير الحرب على تيك توك بدأ بالظهور. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.